أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. المسيح قام حقا قام وهو حي فينا ونحن شهود لذلك. القيامة يعتبر الحجر الأساسي لإيماننا المسيحي، هي القلعة الحصينة اللي بتأكد مصداقية المسيح، ولا سيما تصريحات المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة. ليس فقط أقام الموتى ولكنه أقام نفسه وتعين ابن الله بقوة الروح القدس، بقوة القيامة. أحبائي، أنا بحب أحييكم في هذا الوقت، وصلاتي إنك تعيش نصرة القيامة، لأن المسيح انتصر، هزم الشيطان، جرد الرياسات والسلاطين، هزم الموت، واعطانا رجاء الحياة الأبدية، وأيضا الرجاء أن نكون معه في السماء في كل حين. فكل العهد الجديد يشهد لقيامة يسوع المسيح أنه حي. فلقد تمم مئات النبوات والقبر فارغ، وهو حي إلى أبد الآبدين، وهو يعمل في بقوة الروح القدس حتى هذه اللحظة. بصلي أحبائي في هاي الفترة الزمنية الصعبة إنك تختبر قوة القيامة، تختبر قوة حضور الرب يسوع المسيح، تختبر هذه المصداقية إنه الرب أعطانا حياة وأعطانا أيضا حياة أبدية. بصلي في اسم الرب يسوع هذه القيامة تكون مميزة في حياتك، وفعلا نستيقظ من نومنا أو سباتنا العميق ونتحرك بقوة حضور الله. كل عام وأنتم بألف خير.